ثم قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 398: ثم دخلت سنة 22 و600 سنة 622 هجري ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله. في هذه السنة آخر ليلة من شهر رمضان توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد، وكانت أم الناصر أم ولد تركية اسمها زمرد، وكانت خلافته 46 سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما، أي كانت 47 سنة، وكان عمره نحو 70 سنة تقريبا، وبقي الناصر لدين الله 3 سنين عاطلا عن الحركة بالكلية، وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارا ضعيفا، وفي آخر الأمر أصابه دوسنطاريا 20 يوما ومات. دوسنطاريا أي دسنتاريا دزنتري أو ما يسمى بهذا الاسم حسب ما أعتقد، وهو مرض يصيب الأمعاء الغليظة يتميز بكثرة التبرز ويسمى بالزحار، ولم يطلق في طول مرضه شيئا كان أحدثه من الرسوم الجائرة، وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما، فخرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم، وكان يفعل الشيء وضده، فمن ذلك أنه عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان فبقيت مدة، ثم قطع ذلك، ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدة ثم بطلها، وأطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة ثم أعادها، وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة، فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه، ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة. هذه الفتوة جعلها بعضهم مذمة بالخليفة وللخليفة، فيما اعتبرها آخرون منقبة له فامتدحه عليها. يكمل: وكذلك أيضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره، ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه، فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك، فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من أعظم الأمور، وكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحيحا في أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك، فهو الطامة الكبرى التي يظهر عندها كل ذنب عظيم. هذا الإمام، هذا الخليفة، هذا أمير المؤمنين، هذا ولي أمر المسلمين، هذا يقول عنه ابن الأثير، هذا خليفة العباسيين، يقول: وكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك، فهو الطامة الكبرى التي يظهر عندها كل ذنب عظيم. هذا في أي عام؟ في عام 622 هجري. أقول: أين ابن تيمية عن هذا العلقمي الكبير، الخليفة، الإمام، ولي الأمر، أمير المؤمنين، العباسي الذي أطمع التتار في بلاد المسلمين؟ فإذا كان ابن العلقمي قد اقتدى بهذا الإمام التيمي مفترض الطاعة وهو جد أمير المؤمنين في زمن ابن العلقمي، فإذا كان ابن العلقمي قد اقتدى بهذا الإمام التيمي مفترض الطاعة، فلماذا تلومون وتكفرون ابن العلقمي هذا الاقتداء المقدس بخليفة إمام مقدس؟ فأي إسلام وبلاد إسلام إذا كان خلفاؤهم خونة عملاء وفاقدي العقول؟ ومع وضوح ما وقع
حقيقة ما وقع فإن ابن تيمية وأتباعه يتهمون ابن العلقمي الصورة المغلوب على أمره فاقد الإرادة.